السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام، كيف حالكم؟ هذه هي مخاضة اللبن كما ترون، وسأريكم إن شاء الله طريقة صنعها بنفسكم يعني بأدوات بسيطة ومتوفرة بالمنزل، ويعني بأقل تكلفة. فقط ما نطلبه منكم هو الدعاء لنا بالخير ودعمنا بالزر لايك واشتراك القناة فضلا وليس أمرا. إذا كما ترون نحتاج إلى قطعة خشب هنا، وسأترك الأمر بدون تعليق، ولا شك أنكم كلكم ستفهمون الطريقة، فهي سهلة جدا والصور تكفي يعني للتعرف على ما ستحتاج إليه لصنع هذه المخاضة، ويعني نلتقي في آخر الفيديو إن شاء الله حتى نشرح يعني بعض الأمور التي قد تبدو غامضة، وأترككم مع هذه الصور، وإلى اللقاء بعد يعني في نهاية الفيديو. إذن كما قلت لكم سنلتقي في آخر الفيديو، فقط لأتحدث عن هذا المحرك أو يعني أي نوع من المحركات يمكن استعماله لهذه المخاضة. فيمكن استعمال أي محرك، سواء كان محرك يعني آلة التصبين أو محرك يعني أي محرك يعمل 12 فولت، ويكون الدوران يعني متوسط الدوران، يعني عدد الدوران يكون متوسط، أي لا يكون يعني يتميز بدوران كبير جدا، كالصاروخ الذي يعمل ب 380 دورة في الدقيقة. إذا كما ترون ها هي العملية ناجحة 100%، وإلى اللقاء.